السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رمضان مبارك. نعم حياكم الله مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء في حلقتنا اليوم، حلقتنا متنوعة وغنية بالأنشطة الرمضانية والخيرية والرياضية أيضا. وبالتأكيد بنحتفي بفوز فريق الريان في النصف النهائي من بطولة الصحافة الرمضانية، ودعواتنا ودعواتكم أن يكون الفوز حليفة بكرة إن شاء الله بإذن الله. وأيضا سوف نستضيف في الاستديو الليلة السيد علي لحدان المهندي مدير عام مركز شباب الذخيرة، اللي راح يحدثنا عن أنشطة المركز الرمضانية للكبار والصغار. تابعونا. ضمن النشاطات الرمضانية التي تشهدها الدولة، تنظم كل من إدارتي أمن وجوازات المطار بالتعاون مع إدارة مطار الدوحة الدولي خيمة رمضانية تتضمن فعاليات دينية وتراثية متنوعة، وتهدف كل هذه الفعاليات إلى تنمية روح الفريق لدى العاملين في المطار، إضافة إلى إبراز جوانب مميزة من التراث والثقافة القطرية الأصيلة. نتابع معا هذا التقرير. طبعا هذه الخيمة الرمضانية جاءت بمبادرة من إدارة أمن المطار وجوازات المطار بالتعاون مع إدارة اللي هو مطار الدوحة الدولي. ارتئينا إقامة هذه الخيمة الرمضانية لم شمل العاملين في المطار لتنمية العلاقات الإنسانية فيما بيننا، وهذا بيأثر تأثير إيجابي في روح العمل. الهدف من تنظيم هذه الفعالية في شهر رمضان المبارك، حقيقة ارتأت اللجنة، لجنة المطار، جمع كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في المطار في مناسبة مثل هذه المناسبة، بهدف اللي هو تحقيق نوع من التعاون والإلفة، وخاصة أن نحن في شهر رمضان المبارك. كذلك ارتئينا أن نعرض بعض الصور البيئية القطرية خاصة على الأجانب الموجودين عندنا في مطار الدوحة، مثل ما احنا شايفين عندنا فعالية القرنقعو اللي كانت اليوم وكانت أمس، وعندنا فعالية اللي هو القلايد والمقناص. فهذه الأمور كلها احنا حبينا نخلي الموظفين الأجانب المعاملين في مطار الدوحة المشاركة في هذه الفعالية، بالإضافة إلى إظهار الروح الطيبة لأهل قطر. احنا نتمنى أن وصلنا مثل ما نقول رسالة حق جميع المنتمين لهذا الحدث صراحة. وحقيقة كنا يعني الهدف من هذه الخيمة الرمضانية أن أول حاجة نحيي التراث حقيقة، وفي نفس الوقت نشارك وزارة الداخلية بإدارتها، وفي نفس الوقت بإدارة الجوازات والأمن المطار، أن نكون في الحدث مع بعض، وفي نفس الوقت يعني ننمي العلاقة هذه صراحة بين ثلاث إدارات هذه، ونشكرهم صراحة على كل جهودهم اللي قاموا فيها، وفي نفس الوقت نشكر الحضور وتفاعلهم. يعني احنا نطلع ان يشاركونا اكثر، المشاركة تكون اكثر من مؤسسات وجهات حكومية صراحة، فهذا طبعا راح يخلق نوع من ايش الألفة، نوع من العلاقة، نوع من ايش تقوية العلاقة هذه حتى حق المستقبل طبعا، لان احنا يعني في النهاية احنا كلنا نمثل يعني أسرة واحدة حقيقة. مشاهدينا شفنا معكم هذا التقرير اللي ذكرنا بأجواء القنص والمقناص من خلال هذه البيوت الشعر وأجواء القلايل اللي يعيشون فيها إخواننا في خيمة الجوازات وأمن المطار. نعم. أجواء أعتقد جميلة، ذكرتنا بالشتاء وبالمقناص أبو ثامر. نعم أكيد. متى بيطلع سهيل؟ سهيل أتوقع أنه بيطلع تاريخ 24/8 تقريبا، وأتوقع أنه راح يكون مع انطلاقة سهيل سات من الأرجنتين أجر الله. نعم، وأعتقد المعلومة هذه يمكن قلتها لك قبل الهواء. ماشي إيه. أنا تحت الهواء ما قلت لي شيء. ومن خيمة المطار إلى خيمة البراحة بمنطقة سبير، وينضم إلينا مباشرة الزميل أحمد الشمري لينقل لنا أجواء الفعاليات المقامة هناك. مساك الله بالخير يا أحمد. مساك الله بالنور أجر الله، مسا عليك وعلى أخوي سالم وعلى جميع مشاهدينا الكرام. حياك الله. يا مرحبا يا أحمد، عطر الأجواء اللي عندك والأجواء الجميلة طبعا مثل ما عودتنا إدارة سبير زون في هذا المكان الجميل. شلون الأوضاع عندك؟ شلون الأجواء الجميلة؟
مثل ما قلت اخوي جار الله، عودتنا اداره سبير دائما على الفعاليات العديده وخاصه في شهر رمضان الكريم. اليوم اخترنا لكم هذه البراحه على قولتك اسمها مع استمتع مع العلوم المرحه. العلوم المرحه هذه هي عروض جميله للفضاء وغيره، وغير الفضاء ايضا يعلمون الاطفال اشياء عن طريق المرح يستفيدون منها بنفس الوقت. خلوني اخذ فيكم جوله بسيطه بس عن الفعاليات الموجوده هنا. صناعه افلام الكرتون، الكشك هذا يعلمون الاطفال شلون يصنعون الرسوم المتحركه وافلام الكرتون. مثل ما تشوفون هنا الاطفال قاعد يتعلمون عن طريق اللابتوب وعن طريق استخدام ايدينهم، وهذه بادره جدا جميله ان الاطفال مو بس انهم يشاهدون افلام الكرتون، في بعض الاطفال تخبر انه يشوف فيلم الكرتون ويعيش واقع الكرتون يحاسب انها هي قصص حقيقيه. فهنا يعلمونها ان هي مجرد افلام كرتون ويخلونهم ايضا يصنعون بعض الافلام. ورشة العلوم المرحة لو تشوف هنا قاعد يعلمون الأطفال شلون يبنون وشلون يسوون أشكال تشكيلية، وفي هنا عدة أشياء موجودة يعلمون الأطفال فيهم. مساكم الله بالخير أخواتي. تعلمونا شوي بس ايش قاعد تعلمون الأطفال هنا؟ هنا في ورشة العلوم المرحة الفان ساينز في عندنا ثلاث أقسام. في القسم نعمل قاع بحر مصغر للأطفال ونعرفهم البحار إيش داخلها، وهنا في ورشة أقوى الإنشاءات بنعلمهم يسووا إنشاءات نفس الشكل الجسور اللي عندنا في الأماكن يعني اللي في الصور. وهنا الطين الكيميائي في مواد بنحطها على بعض عشان يطلع لنا جيلي كيميائي يسووا فيه أشكال يعني. الله يعطيكم ألف عافية، ما قصرتوا، شكرا لكم. شفتوا ايضا هذه الورشه، وفي بعد عده ورشات اخرى، في منها ورشه الاعمال الفنيه يعلمون الاطفال شويه قصاصات شلون يسوون اشكال في الورق، وفي بعض الاشكال لو تشوفونها هنا هذه من صنع الاطفال. ها تشوفون يعني شيء بسيط، كاب عود اسنان ورق واشياء كذا طلعوا لعبه يعني للاطفال. وخلنا نشوف بعض اعمال الاطفال. تشوفون قناع، فراشة، صنعوا وردة من قطعة قماش وورق كرتون. أيضا شوف الحقيبة اليدوية هذه جدا جميلة، وفي عدة أشياء بعد الأطفال صانعينهم. تشوف هذه يعني حقيبة تنباع في السوق بس تحت الإنشاء لحد الحين، فالحين ما خلصت، بس هي جميل يعني أشياء بسيطة. هذه بادرة جميلة أن يعلمون الأطفال يستفيدون من الأشياء اللي موجودة في البيت. بعض الأطفال يشوف له لعبة مكسورة في البيت أو شيء يخليها، بالعكس هنا يعلمونهم أنه يستفيد منها ويعدلها ويقدر يصنع منها أشياء. نشوف أيضا هنا يرون فيلم للأطفال عن الفضاء أو عن أشياء أخرى الأطفال يهتمون فيها. في تشوفون المسرح اللي هنا حفل بسيط، شوف يعلم الاطفال يونسهم. خلنا شوي ناخذ لقاءات مع الاطفال. السلام عليكم شباب. وعليكم السلام. شو اخباركم؟ الحمد لله. ايش قاعد تنتظرون؟ ما ادري. يعني بس جاي هنا ما ادري ايش السالفه؟ لا. الله يعطيك العافيه. خلونا شوي ندخل داخل نشوف شو اللي حاصل هناك. انا لفتت انتباهي صراحه ما دخل داخل، انا بدخل وبشوف الحين شو اللي حاصل داخل. هي على شكل كوخ او شيء كذا ثلجي تقريبا، ما ادري صراحه ايش اللي يقصدونه. خلينا نشوف الفيلم الوثائقي اللي قاعد يعرضونه. شوف يعيشونك اجواء كانك يعني كانك في البحر. هذه سفينه وبحر، ما ادري اذا واضحه عندكم بتقنيه اظن 3D، لان تحس ان السفينه دخلت فيك. الحين دخلنا داخل السفينه احنا، يعني فيلم صراحه جدا جميل. انا عجبني هالفيلم الوثائقي هذا، تقنية جدا جميلة تحسك ان انت اصلا قاعد تمشي على السفينة. الله يعطيكم العافية، يعني شيء جدا جميل صراحة، مو يعني شيء متعوب عليه، مو بس يلفت انتباه الاطفال، يلفت حتى انتباه الكبار. نشوف البنوتة الحلوة هذه، شو اسمك؟ نوان. مستانسة في الالعاب هنا؟ العاب حلوة؟ بس هزت في راسها يعني، شاطرة حبيبتي. تعال خلينا نشوف الشباب ما شاء الله كاشخين مزكرتين، مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. تعرفون على اساميكم؟ محمد عبد الله الجميلي. محمد احمد الجميلي. ونعم والله. ايش رايكم بالفعاليات اللي صايره هنا؟ والله الفعاليات حلوه ومفيده حق اليهال. انا شفت من قبل شيء بيدك كاميرا، وين وديتها؟ هناك. ايش قاعد تسوي؟ شو تصور؟ اصور الفعاليات. حلو، تحب التصوير؟ اي نعم. الله يعطيك العافيه. ايش اللي عجبك من الفعاليات؟ دخلت الكوخ هذا؟ اي دخلت القبه. ايش رايك فيه؟ حلو، بس المشكله حق صغار بس. ليش؟ انا عجبني صراحه، في سفينه و 3D وشيء جميل. احنا صغار ما يدخلوننا. يعني ما يدخلونكم؟ اي احنا بس مصورين. حاول تزرق زين. الله يعطيكم العافيه. خلونا نشوف معجزه جلد الانسان.
عنوان ملفت صراحة. أكيد. استاذ الله بالخير أختي، لفتني العنوان، ممكن تعلميني ايش اللي صاير؟ هنا حضرتك ورشة عن جلد الإنسان. أول حاجة بنعرف الطفل على حسب عمره وسنه، بنعرفه أول حاجة تركيب الجلد، تاني حاجة بنعرفه وظائف الجلد وإن هو خط الدفاع الأول للجسم بتاعنا ضد البكتيريا، كمان بنعرفه صبغة الميلانين على حسب عمر الطفل برضو هل يقدر يستوعب الكلام ده ولا لأ. وبعد كده بعد أي طفل بيجي بنوريله بعد كده عن طريق الميكروسكوب اللي هو تقريبا بيكبر 500 مرة عن العين أو العين المجردة، بنوريله حاجات اللي هو ما بيقدرش يشوفها بعينه العادية زي حضرتك بصمة الإيد أو قطرات العرق، كمان بيشوف البكتيريا عشان يقتنع إن هو لازم يغسل إيده بانتظام. وبعد كده في الاخر خالص بنعرفه طرق الوقايه من الجلد، ان هو مفروض يغسل ايده بانتظام قبل الاكل وبعد، وبعد طبعا الرجوع من المدرسه كمان مفروض ان هو ما يتعرضش للشمس لفتره طويله ويحط واقي ضد الشمس، كمان نشرب ميه كتير عشان يحافظ على بشرته من الجفاف. الحين الميكروسوفت خلونا الاطفال نفسهم يجربون هالشيء. ثانيه واحده اجيب لحضرتك. شيء حلو، الطفل نفسه هو اللي يجرب مش بس انه يشوف فيلم وثائقي. اكيد احمد. احمد شلون حضور؟ خلينا نشوف احمد شلون الحضور. والله حضور وفهمة. جميل تشوف اقبال الاطفال، في حضور جدا جميل. نشوف خلونا نشوف بس فعاليه الميكروفيس شلون. عفوا غلطت. فعاليه ايش احمد لو سمحت؟ استخدام الميكروفيس. ما اسمعك. فعاليه ايش قلت؟ جرى الله تمسك علي يعني غلط فيها، عاد ما اقدر اقولها مره ثانيه. لا بس ما سمعناها عاد. الله يحفظك. تعلميني بس شو اسم الميكروسكوب بيكبر 500 ميكروسكوب. ميكروسكوب. تلسكوب. أيوة. تلسكوب. مايكروسكوب يا جلال الله. ولا مايكروسكوب. أها. العين العادية 500 مرة عند العين العادية. مايكروسكوب. الحاجات اللي ما بيقدرش يشوفها طبعا بعينه زي حضرتك. بص حضرتك هنا شايف يا عبد العزيز، شايف حضرتك الأجسام السودة دي؟ الأجسام السودة دي دي حضرتك البكتيريا. شايف يا عبد العزيز البكتيريا؟ كمان حضرتك بصمات العرق دي، دي الجلد بيفرزها طبعا عشان يبرد جلدنا. شايف يا عبد العزيز قلنا ده إيه؟ العرق ده بيعمل ايه؟ بيبرد الجسم بتاعنا. ودي احمد خلي مصور يقرب منكم شويه لان هم شايفين شيء ترى مختلف عن الانسان الثاني. هي الشاشه. خلنا اوريكم طريقه استعماله. يحطونه على ايد الطفل. ايوه اول حاجه بنحطه على ايد الطفل. ايوه الان واضح. وبعدين بنظبط الريزوليوشن بتاعه لغايه ما يبان اكبر اوضح صوره. ده حضرتك الاجسام السوداء دي هي البكتيريا، الاشياء السوداء دي هي البكتيريا، عشان كده الطفل بيشوف البكتيريا بعينه وبيقتنع ان هو لازم يغسل ايده كويس قوي قبل الاكل وبعده عشان يتجنب الامراض. الله يعطيك العافيه. اعتقد شيء هذا النظر ان الطفل نفسه يشوف البكتيريا بيده هذا يكون افضل من نكلمه وغسل وما غسل. اذا شاف البكتيريا بيده هو بنفسه راح يغسل من نفسه وراح يهتم اكثر. السلام عليكم شباب، علمونا شو الجمعه الحلوه هذه. قاعد تسوون؟ جايين من قطر الخيريه. من قطر الخيريه انتم؟ ايه. شو شفت الفعاليات اللي هنا؟ لا ممتازه. هل استفدتوا من شيء؟ تشوفون انا اشوف فعاليات صراحه مو بس ممتعه، ممتعه ومفيده بنفس الوقت. هل تشوفون ان انتم استفدتوا؟ ان شاء الله اكيد استفدنا. الله يعطيكم الف عافيه. يعطيكم العافيه شباب. سالم لو تشوف الاقبال انت اخوي جار الله. شوف زحمه اطفال ما شاء الله يعني. أكيد. شيء جدا جميل. وايضا في خيمه ثانيه. اكيد ما عندي وقت اوريكم اياها الحين او زين احمد سؤال شوي. ولا على كمر بس ولا تهون. تفضل. طبعا احنا بنرجع لك بعدين وبنسحب اكثر في هذا الموضوع، لكن ودنا تعلم المشاهدين وين مكان الخيمه هذه بالضبط في سباير للي له رغبه يجيكم الحين مثلا. اي وين بالضبط في سباير؟ مقابل فيلاجو. هي الخيمه مقابل فيلاجو بالتحديد. وانت جاي عن طريق قبل اشارات قبل اشارات العزيه اشاره فيلاجو حياه بلازا. نعم. قبلها تدخل على فيلاجو، تخلي فيلاجو على يسارك. هي مش خيمه، هي مبنى. يكون حلو. على يمينك. حلو احمد. هذا والله ما ادري خلنا اساله. السلام عليكم. هو نفس البخار. شو اللي صاير هنا؟ حطينا نيتروجين سائل فدرجه الحراره منخفضه جدا من النيتروجين حوالي بارد يعني 60 تحت الصفر مع الماي الحار فبتبخر مباشره وبنعلم ظاهره اسمها ظاهره التسامي. الله يعطيكم الف عافيه، شكرا لكم. نعم احمد. شوف شلون لفت انتباه الاطفال وجمعهم عنده على طول. اكيد. هذا كان كل شيء بالنسبه لي الحين. ارجع لكم في الاستديو ان شاء الله. نعم احمد. وان شاء الله اذا رجعت لكم بوريكم اشياء ثانيه جدا ملفته جدا باذن الله. احنا بعد راح نتواصل معك ان شاء الله بعد قليل. مشكور احمد الله يعطيك العافيه. من الجميل جدا احنا نشوف مثل هذه الخيام الرمضانيه في هذا الشهر الفضيل متنوعه. ايضا فيها هناك فقرات عديده ورشات عمل منها الفنيه منها الهندسيه ايضا منها الصحيه اللي يتعلمون منها اطفالنا من خلال هذه الخيام الرمضانيه. ايضا هناك معلومات ثقافيه. اتوقع ان هذا شيء مميز. أكيد. وجميل يا جار الله. نعم يا سالم. نعم. وخاصه ان يعني مثل هذه الفعاليات اللي اطفالنا يحتاجون انهم يعني يستمتعون في مثل. أكيد. هذه الاماكن وايضا
يستفيدون، لان الفائده هي اهم من المتعه. أكيد. لكن اذا اجتمعت الثنتين وصار مثل ما تقول الجهه المنظمه ضاربه عصفورين بحجر، اعتقد يعتبر انجاز له. اكيد اكيد، احنا نتمنى التوفيق لجميع المشاركين وايضا جميع من قاموا بمثل هذه الخيام الرمضانيه في هذا الشهر الكريم. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام، وايضا اعمال الخير في هذا الشهر، شهر الرحمه والمغفره، ايضا مستمره. فاصل قصير ونتابع معكم ما تبقى من حلقتنا، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ويا مرحبا ومسهلا بكم. بعد هذا الفاصل نواصل معكم تغطية فعاليات الخير في شهر الخير، حيث أطلقت مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية حملة عالمية للقضاء على الصمم تحت شعار ساعدني كي أسمع. الحملة تستهدف عددا من بلدان العالم بينها دول عربية وإسلامية. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في سياق هذا التقرير. عندنا طبعا حملة سميناها حملة القضاء على الصمم في العالم العربي والإسلامي. طبعا القضاء على الصمم كإعاقة من الإعاقات اللي الآن عندنا والله الحمد جميع أنواع العلاجات لها، من الصمم البسيط إلى الصمم الحاد جدا. فطبعا هذه الحملة سيكون لها منطلقات كثيرة، منها الوقاية وعلاج، يعني علاج اللي سيصاب بالصمم حتى لا يصل إلى مرحلة الصمم التام، وإذا وصل إلى هذه المرحلة أيضا عندنا أو يوجد العلاج. فأيضا من متطلبات هذه الحملة إيجاد المراكز المتخصصة في علاج الصمم في الدول اللي لا يوجد فيها مثل هذه المراكز، وإيجاد الكادر من تلك الدول حتى يكون هذا الكادر موجود بشكل دائم، وتدريب هذا الكادر عن طريق إقامة المخيمات الطبية مع أطباء متخصصين في علاج مشاكل الأذن، بحيث أن يعالجون ويدربون أيضا هذا الكادر. محليا طبعا في قطر توجد يعني الحمد لله، يعني هناك أطباء كثر أنف وأذن وحنجرة، ويوجد في يعني في المستشفيات من يقوم بمثل هذه العمليات، وبالتالي ولله الحمد في قطر يعني يوجد ما يسمى بفحص السمع المبكر، وهذه الدولة الخليجية الأولى اللي طبقت هذا على الجميع. وبالتالي بعد اكتشاف الصمم تلبس سماعات، وإذا لم يستفد الطفل من السماعات تزرع له قوقعة، وهذا ولله الحمد يعني متوفر الآن، وجميع الأطفال يزرع لهم على حساب الدولة. طبعا نشكر مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني على هذه المبادرة وهذا الدعم اللي راح يساهم في حل مشاكل الكثير من الصم. وفي نفس السياق نشاهد أيضا معكم المتميزة دائما وأبدا الصغيرة نجود ونصائحها الخاصة. أتمنى مشاهدينا الكرام يعني تتقبلون نصيحة أختنا الصغيرة نجود الكبيسي اللي نتمنى لها طبعا كل التوفيق. الحين أبو ثامر راح نرجع مرة ثانية لأخونا أحمد الشمري اللي في خيمة البراحة ويعطينا الأجواء الحلوة والجميلة والمفيدة أيضا. مساك الله بالخير يا أحمد للمرة الثانية.
مسيت بالنور اخو جار الله، رجعنا لكم المره الثانيه بالتحديد في قاعه البراحه. قاعه البراحه هي القاعه الموجوده خلفي مثل ما تشوفون، اقبال الناس مع ان الفعاليات لحد الحين ما بدت. جدا جميل الترتيب اللي صاير هنا، كل طاوله يقدر فيه يقعد فيها الشخص مع عائلته. طاولات مرقمة مثل ما تشوفون، لأن في مسابقات راح تكون بعد شوي. المسابقات هذه تخص التراث القطري، أيضا شخصيات إسلامية وغيرها من الفعاليات اللي راح أتكلم معها مع أحد الأخوان المسؤولين. شوفوا تنظيم القاعة جدا جميل، أنا صراحة عجبني التنظيم، وأيضا المسابقات فيها جوائز قيمة وفي إقبال جميل من الناس. طبعا هذه بادي أعتقد من ثالث أيام رمضان. معنا احد المسؤولين، مساك الله بالخير، تعرفني على اسمك؟ الله بنور، اخوك احمد العلي ابو مدير اداره الاسناد في قطر الخيريه. نعم الله اخوي احمد. اخوي احمد تكلمنا شوي عن الفعاليات اللي صايره. الفعاليات احنا لله الحمد احنا بدينا في 3 رمضان وان شاء الله بكره بيكون الختام ايضا. فعاليات مختلفه، كانت هذه تجربه جديده بالنسبه لنا في قطر الخيريه، نوجد تجربه للاسر القطريه بحيث انه يتوفر في المكان الترفيه الهادف وايضا المسابقات والانشاد وايضا المحاضرات الدينيه الهادفه. تكلمنا شيء عن المسابقات اللي راح تصير او الفعاليات اللي تخص المسرح. المسابقات عندنا للحمد نوعين، عندنا مسابقات على خطى الراشدين وهذه تعرض لبعض الصحابه، تتكلم عن سيرتهم عن حياتهم افضل المواقف اللي مرت فيهم، وفي نهايه المسابقه يتم طرح عده اسئله على الجمهور. وايضا عندنا مسابقه شعبيه سميناها في حب قطر، هذه نتعرف فيها على التراث القطري وبعض الشخصيات القطريه المعروفه، وايضا تطرح الاسئله على الجمهور، وفي نهايه المسابقة يتم توزيع الجوائز سواء على الأسئلة أو من خلال السحب على جمهور الحضور. على طائر الجوائز، مثل ما أنت عارف هالإقبال هذا أكيد في جوائز مغرية خلت الناس تجي هنا وتشارك، تكلمني شوي عن الجوائز. والله الجوائز متنوعة، منها النقدية ما شاء الله بمبالغ كبيرة وأيضا العينية، وإحنا بعد أنا أبي أشيد أن إحنا نفتخر في البراحة اللي نعتبر هي التميز، أن الشيخ عبد الله بن ناصر أيضا زارنا هنا في البراحة وتوجنا بحضوره وشرفنا. وبالنسبة للجواز نفس ما قلت لك ما شاء الله الشركات الراعية ما قصروا، وإحنا أيضا كقطر خيرية ما راح نقصر مع الجمهور، اللي إحنا يهمنا في النهاية قبل الجوائز أنهم يستمتعوا بالفقرات المتنوعة سواء لهم أو للأطفال اللي إحنا عديناها لهم طوال أيام الفعالية. لمتى راح تستمر الفعالية؟ الفعالية إن شاء الله بكرة اليوم الختامي، وإحنا الحمد لله ربنا مستمرين من 3 رمضان إلى بكرة، وما زال أيضا الباب مفتوح ومدعو الجماهير أن يغتنموا هذه الفرصة ويشرفونا إن شاء الله في البراحة. علشان إذا في حد له خاطر يجي ويحضر ويكسب معاكم إن شاء الله، من متى لمتى؟ من 9:30 إن شاء الله ل 12 بتكون، من 9:30. الله يعطيكم ألف عافية وما قصرتوا. طبعا الدعوة عامة للحضور للعوائل مثل ما شفتوا. نعم الدعوة عامة للعوائل، وانتم بعد كقناة ريان بيض الله وجوهكم أيضا توزن قطر والوسائل الإعلامية ما قصروا معنا بالتغطية والجرائد أيضا، وهذه دعوة أكررها مرة ثانية للجمهور يغتنموا آخر يوم ويتعرفوا على البراحة وعلى الفقرات المتنوعة اللي تضمها. أنا صراحة أول مرة أجي المكان هذا، شفت إقبال جميل من قبل الناس. الحمد لله. نشوف من ثالث رمضان لحد الحين، هل تشوف إقبال كبير من الناس؟ هل تشوف أن الناس بدأت زايد من أول يوم؟ طبعاً عادة أي تجربة جديدة في البداية تكون الأعداد قليلة، لكن الحمد لله مثل ما أنت شايف الحضور طيب، وهذه تجربة بالنسبة لنا إن شاء الله راح يتم تقييمها. أيضاً فعاليات الأطفال كانت هي المستهدفة يعني في النهاية، طبعاً دائماً إحنا بالنسبة لنا نقول الطفل هو المحرك لأفراد الأسرة. تنوع الفقرات هناك فقرات يعني ترفيهية وأيضا مركز الثقافي للطفولة وعلوم مرحة كانت جدا إن شاء الله أنها ممتعة واستفادوا منها أطفالنا، ونفس ما أنت شايف الحمد لله رب العالمين وصلنا أن القاعة اليوم مليانة، وأيضا أنا بكرة بإذن الله تعالى بعد بتكون يعني فيها مفاجآت كيوم أخير بإذن الله تعالى، وأيضا راح يكون عندنا تكريم لمسابقة الشيخ ناصر بن خالد بكرة بإذن الله. الشيوخ أو المشايخ اللي جايين ويلقون هالمحاضرات تعرفنا على أساميهم على أساس الناس تعرف لهم؟ والله احنا المشايخ كثير يعني انا ما ابي اظلم، لكن جانا الدكتور ايضا القرني، مشايخ عده ما شاء الله، راشد الزهراني، مدثر احمد، كثير من الاسماء انا ما يعني ما تحضرني الان الذاكره، لكن هم شرفونا. ايضا المنشدين معروفين احمد الهاجري، محمد السالم، وكثير من منشدين الخليج المتميزين دون قصور في الباقيين، لكن هذا اللي تحضرني اساميهم. الحمد لله رب العالمين كان يعني هناك حضور طيب سواء للمحاضرين المشايخ او المنشدين. وبالنسبه لليوم من المشايخ اللي راح يكونوا؟ نبي اليوم وبكره على اساس نشوف الناس. الناس طبعا المشايخ هذول كلهم معروفين ولهم الناس المتابعين واللي يحبون يشوفونهم ويسمعون الكلمه الطيبه منهم. اليوم معنا الشيخ عصام العويد والمنشد احمد الهادري، بكره ان شاء الله راح يكون عندنا تكريم كحفل لمسابقه ناصر بن خالد في تاج الوقار، وهذه راح يكون لها ضيوف خاصين فيها، ايضا الدعوه راح تكون ايضا هناك فعاليات فيها، ما تحضرني اسماء المشايخ بكره، لكن اليوم ان شاء الله يشرفنا الشيخ ناصر احمد. اذا سمعني اسال متى تخلص الشيخ
المنشد عفوا احمد الهاجري راح يحيون الحفله اليوم باذن الله تعالى. اخوي جار الله يسال اذا يقدر يلحق يجي ولا لا، او الناس تقدر تلحق تجي الساعه 12 او العكس؟ بس الله يعينهم على الزحمه، يعني الوقت للحين ما شاء الله احنا لنا 12 ونص بعد بناخر لعيونهم، لكن الله يعينهم على الزحمه والباب يعني والمجال مفتوح ان شاء الله انهم يشرفونا وينورونا. يمكنني انا ما حضرني اني اعرف المكان بالتحديد لان شوي دلالتنا احنا غير، تقدر انت توصف لي المكان بالضبط على اساس الناس تجي؟ المكان في قاعه سبير للسيدات اللي هي مشاهد فيلاجي، وانت رايح على فندق الشعله اول دوار صغير يجيك على يدك اليمين القاعه اليسار ان شاء الله، وفيها ما شاء الله كل الدائريه ولا المربع ايضا ان شاء الله انه يكون يعني عنوان للي بيحبون ان شاء الله ويشرفونا في البراحه. اخو جر الله يقول لك القاعه الدائريه ولا المربع؟ لا القاعه المربع سينما السيدات. لا القاعه الدائريه. هل عندك كلمه حابه توجهها للجمهور؟ والله الجمهور احنا نقول لهم يعني نوجه لهم دعوه ان شاء الله انهم يشرفونا، اللي بيلحق عيننا اليوم او بيلحق عيننا بكره، وهذه تجربه جديده للقطر الخيريه قدمتها لكم بحيث انها تكون تجربه للاسر القطريه وايضا لكافه الاسره، بدءا من فعاليات الاطفال وانتهاء بالفعاليات الرئيسيه، وان شاء الله بعد انتهاء التجربه ان احنا نقيمها ونشوف ايجابياتها ونشوف سلبياتها. وايضا انا اوجه الشكر والتقدير لكل الراعيين للفعاليه، بنك بروه، سباير، شركة شفران، أيضا فندق الشعلة ما قصر معانا من ناحية البوفيه، وسائل الإعلام بدءا من قناة ريان، تلفزيون قطر، وإذاعة قطر، كلكم فيكم خير وبركة، والشكر والتقدير لكل اللي حضر واللي راح يحضر واللي ما قدر إن شاء الله يحضر يشرفنا في فعالياتنا القادمة إن شاء الله. الله يعطيكم ألف عافية وما قصرتوا، ونترقب المزيد منكم على الإقبال الجميل اللي شفته. الله يعطيكم العافية بإذن الله، عساكم على القوة إن شاء الله. الله يقويك، شكرا. نعم، وحنا أيضا يا أحمد نمسي بالخير على، إذا تسمعني مسي بالخير على الشيخ، على طار الشعلة فندق الشعلة، على الشيخ ياسر دوسري من المشايخ والقارئين اللي قابلناهم أمس في هذا المكان، ويعني الله يكثر من أمثاله هو والإخوان اللي حضروا ويعني فادوا الحضور بالكلمة الطيبة وبالقراءة الجميلة. شكور يا ولا لا، أعتقد الشيخ القطامي بيكون في سبير. والله يعطيك العافية، ومثل ما ذكر أخوي جر الله اليوم راح يكون الشيخ القطامي يتوقع موجود في سبير. شكرا يا أحمد، والله يعطيك العافية. شكرا يا احمد. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونتعرف معكم على المتاهل للنهائي في بطوله الصحافه الرمضانيه الثالثه. حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل، ويا مرحبا ومسهلا بكم. بطولة الصحافة الرمضانية شارفت على نهايتها، واليوم جرت مباراة بين فريقي شركة الريان للإعلام والتسويق ووكالة الأنباء القطرية، فاز فيها الريان بنتيجة 3-1. نتابع معا هذا التقرير. والله احنا في بدايه المباراه لعبنا، عارفين ان احنا الفرقه اللي قدامنا فيها محترفين كتير جدا جدا، فيهم برازيليين، فلعبنا نظام الديفنس زون، يعني طريقه الديفنس زون، لكن احنا هم فرقه قويه جدا، واحنا الحمد لله احنا برضو قدرنا نلعب معاهم مباراه كويسه جدا جدا جدا، ان شاء الله نلعب المركز الثالث والرابع وناخذ الثالث ان شاء الله. والله المباراه ما كانت سهله، كانت صعبه، جابوا جول سجلنا التعادل، راضين على ادائنا والحمد لله على كل حال، بكره الثالث والرابع ان شاء الله الثالث ان شاء الله. والله شوف الحين احنا وصلنا دور الاربعة، دور الاربعة ما في فريق ضعيف، انت شفت المباراة، مباراة قوية، اوكي الحمد لله رب العالمين توفقنا وفزنا فيها 3-1، اوكي الفريق الثاني زين، كلهم لعيبة اندية زينين يعني، الحمد لله رب العالمين احنا وصلنا النهائي، وهدفنا ان احنا نوصل النهائي ان شاء الله، وان احنا ناخذ البطولة ان شاء الله باذن الله بكرة. في مستوى عالي والله من الشباب، لكن احنا ما نستهتر في اي خصم ينزل لنا، يعني احنا بنحصل اي هجمه تجينا ممكن نحصل فيها، لازم نحصل، لانه ما تضمن المباراه، هذه كره ما فيها يعني ممسك ابدا. بكره باذن الله حنلعب مثل اليوم، اهم شيء تنزل مركز على الماتش، وما تنزل وتقول انا ربحان وحاط الفوز بجيب، هذا الشيء بيساعد الفريق الثاني انه يتغلب عليك، كون مركز ونزال العاب، والتوفيق على رب العالمين، والاداره ما قصرت معنا، اعطتنا كل شيء وتمرنا ولعبنا منيح، والحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا يعني. you
مشاهدينا الكرام، نتمنى حظ أوفر في البطولة الجاية لفريق وكالة الأنباء القطرية، وبنحيي طبعاً الحي فريق شركة الريان الإعلام والتسويق على جهودهم وعلى الفوز اللي وصلوا له إلى هذه المرحلة من البطولة. أكيد، ونتمنى التوفيق أيضاً لهم في مباراتهم النهائية مع تلفزيون قطر، واللي راح تقام غداً الساعة 3:30 من بعد الظهر في ملعب النادي العربي في السلطنة. المنافسة حامية الحقيقة بين الفريقين، نتمنى لهم التوفيق من خلال هذه المشاركة ومن خلال ما رأيناه في المباريات الماضية، كان هناك منافسة جار الله. نعم، وأيضا يعني المباراة تقام الساعة 3 العصر، ناس صايمين، فالله يكون يعني 3:30 الله يكون في عون اللعيبة وكل المشاركين في هذه البطولة اللي يعني يلعبون وهم صايمين، وأعتقد أنه يمكن من باب الصحة وصحيا ترى أفضل لهم. أكيد، والصالة أيضا مغلقة يعني راح تكون مكيفة جار الله إن شاء الله، بس نتمنى لهم التوفيق. نعم، وأيضا نتمنى التوفيق لفريق شركة الريان. نعم يا سالم، ونبقى أخوان المشاهدين في أجواء الرياضة ذات الطابع والأهداف الإنسانية والخيرية. نعم، فمثلا مركز شباب الذخيرة يواصل أنشطة مخصصة لشهر رمضان المبارك، ومنها بطولة الذخيرة الرمضانية لكرة الصالات لفئة الكبار وفئة الناشئين ومسابقات دينية متنوعة. للتعرف أكثر على هذه الفعاليات معنا في الاستديو السيد علي الأحدان مهندي، مدير عام مركز شباب الذخيرة، لنبدأ من تعاونهم طبعا مع قطر الخيريه. حياك الله السيد علي بن الاحدان المهندي، ومرحبا بك معنا. الله يحييك ويا مرحبا، مبارك وفي قناه الريان. مبروك عليك ما تبقى من رمضان. الله يبارك فيك، عمرك وعيد الله عليك مبارك. احنا سعداء لك ان شاء الله، احنا سعداء بتواجدك معنا اخوي علي في ان شاء الله يبارك فيك في برنامج رمضان مبارك وايضا في قناه الريان. طبعا احنا مثل ما ذكر اخوي جار الله راح نبدا مع تعاونكم مع قطر الخيريه. بسم الله الرحمن الرحيم، لله الحمد. يعني قبل كل شيء احنا شاكرين لقناة الريان، يعني هذا الإبهار في التواصل الاجتماعي مع كافة مؤسسات الدولة، يعني كان هذا مجهول بالنسبة لنا يعني في فترات سابقة، لكن لله الحمد يعني احنا صار التواصل الإعلامي كقرية واحدة. يعني احنا لله الحمد كان في من ضمن الاتفاقية ما بين وزارة الثقافة سابقا اللي كانت مشرفة على المراكز الشبابيه والمراكز الشبابيه وقطر الخيريه على فتح مكاتب لقطر الخيريه تخدم اهالي المنطقه في اكثر من مدينه. لله الحمد هم بداوا واثنوا عندنا في منطقه الذخيره، باكر ان شاء الله عندنا افتتاح رسمي لمكتب قطر الخيريه في الذخيره، راح يقدم نفس او قريب من الخدمات الخيريه اللي يقدمونها القطر الخيريه، ولكن بالتعاون معنا احنا وفرنا لهم مكان في مركز شباب الذخيره، وبالتالي الوسط الشبابي لازم يتعرف على اهميه الاعمال الخيريه. ولله الحمد احنا ما قبل الافتتاح الحين شفنا التواصل حتى من الشباب الصغار في تقديم الخير والتبرع، وجدنا من قطر الخيريه لله الحمد كافه الامكانيات اللي ممكن تسهل لأهالي المنطقة التواصل مع قطر الخيرية ومع حاجتهم الإنسانية. نعم. نعم. طيب السيد علي، يعني نقول جزاكم الله خير طبعاً على هذه البادرة، بما أن أنتم جهزتوا نقدر نقول البنية التحتية لتأسيس مكتب لقطر الخيرية، وأيضاً نقول لقطر الخيرية جزاهم الله خير على هذه البادرة في افتتاح مثل هذا المكتب في مناطق نائية مثل الذخيرة وغيرها من المدن العزيزة علينا في قطر. ودنا نتحدث عن الأنشطة الدينية المرتبطة بالترفيه والتنميه، هي اللي تحدثنا عن هذا الامر. والله احنا ولله الحمد احنا في رمضان ان شاء الله قدرنا نقسم الامور ما بين نشاط ديني ونشاط رياضي، وكان عندنا نشاط القرنقعو والنشاط المسرحي هاي توسط الشهر، فشكلنا اكثر من لجنه. طبعا كانت بدايتنا مع النشاط الرياضي، والنشاط الرياضي محبب لكل الوساط يعني العمريه. عملنا 3 بطولات تقام على صالة المركز برعايات مختلفة من سيشور ومن أكثر من جهة رعت البطولات، الفئة الكبار وفئة أقل من 17 سنة وفئة أقل من 14 سنة، وسمحنا حتى حق الصغار يلعبون. ولكن شوف بعض الصور أخوي علي الحين على الشاشة. بطولات نعم، هذا من بطولات تصير في نفس اليوم وتنتهي، هاي الفئة العمرية الصغيرة كلش الأقل من 8 سنوات. لله الحمد وجدنا تعاون كبير سواء من الفرق المشاركة من أهل المنطقة منطقة الخور الذخيرة أو من المناطق الخارجية، وجدنا إقبال جماهيري كبير جداً
خاصة أنه في الصالة يعني الجو مغلقة مكيفة. إيه الأجواء يعني مكيفة وال يعني التهيئة كانت ممتازة وكان في أكثر من فريق له رابطة مشجعين وكان هاي يعني شوي شيء جديد علينا نحن في المنطقة. نعم. وعطى أجواء. فكان يعني الحماس وايد كبير. نعم أنتوا ركزتوا في الأنشطة هذه على الأطفال الصغار ومن ضمنها أيضا عندكم المعتكف الصغير وأيضا المؤذن الصغير. من الجميل جدا التركيز على الأطفال لكن نبي نعرف أنتوا ليش أوليتوا هذا الاهتمام للأطفال أيضا أنتوا شلون يعني شفتوا تفاعل الأطفال مع مثل هذه الأنشطة؟ إحنا لأن شوف ببساطة ال 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 المراكز الشبابية على فكرة بركة السباحة عجيبة عندكم. ولكن رهبة كبيرة وايد يعني إن شاء الله إحنا مأمولين إن شاء الله تبينها كبيرة ما أدري عاد على الواقع لا إن شاء الله إن هي تكون أكبر إحنا نعلمهم على البحر يعني واي يعني الوضع يعني الواحد اللي لا ضاق من البركة على طول حول موجود في البحر موجود حذانا يعني كلهم يسبحون يعني نعم إحنا والله الحمد إحنا الفئة المستهدفة أصلاً للمراكز الشبابية هي فئة الشباب اللي من 15 سنة لين 25 سنة لكن ما نقدر نبدأ من 15 سنة إلا ما ناخذ بداية من الناشئين والبراعم فإحنا قاعدين نحاول ننشأ بنية شبابية أي كتأسيس من البداية نخلي تواصلهم مع المركز الشباب الخيرة حاولنا نتواصل مع الرياضة لأن هي عنصر مهم جدا لجلب الأطفال الصغار من خلال السباحة ومن خلال كرة القدم وقدرنا من خلال الرياضتين أن احنا نعمل أنشطة دينية مثلا عملنا المسلم الصغير الملتزم وهو مع التعاون مع مساجد المنطقة في مع كل إمام مسجد هو ويحاول يعطينا يعني عدد من الشباب الملتزمين بالصلاة وأوقات الصلاة وقبل الصلاة وبلغناهم من قبل فلقينا يعني عدد كبير خاصة المحافظين على صلاة الفجر ما أدري هم سهرانين ولا يعني أكثرهم يعني محافظين يعني عشان كذي صار العدد عندنا مجرد انه صلى في المسجد وحرص على الصلاه فاكد انه في خير سواء هنا. كان مواصل او أكيد. كان فصار عندنا العدد نعم. صار عندنا عدد ما شاء الله تبارك الله كبير لا بس انا ودي اتكلم عن عن عن, عن المسلم الصغير وش الواجبات اللي يقوم فيها او المعتكف ايضا المعتكف الصغير المعتكف الصغير وجدنا ان احنا في عندنا اكثر من يعني وجدنا عندنا مجموعه من الشباب اللي يعتكفون سنويا فاحنا اقترحنا عليهم فكره انه كل واحد ياخذ له مجموعه من الشباب يحاول عقب صلاة التراويح يوم واحد هو يوم عقب صلاة التراويح لين ثاني يوم قبل صلاة المغرب إنه يحاول يعلمهم طريقة الاعتكاف وطريقة التهجد في المسجد ووجدنا صراحة تعاون من أولياء الأمور في إرسال عيالهم ووجدنا تعاون من حتى المساجد نفسها يعني فإنه شيء كان شيء جديد عليهم إنهم يتمون من بعد صلاة التراويح لين قبل صلاة المغرب إحنا عملنا بعد المؤذن أقل من 24 ساعة أقل من 24 ساعة وأنا أعتقد أنها كبداية تكفي يعني حق الأطفال يعني أكيد أكيد يعني لأن الوقت هاي كله بيكون فيه تهجد وفي صلاة وفي قراءة قرآن وفي في يعني حتى في طريقة قراءة القرآن كان معاهم إمام ومعاهم أحد المشايخ اللي مر عليهم على أساس يعلمهم طريقة قراءة القرآن والهدف الأساسي يكون أن شلون يتعرف على الاعتكاف وايضا يعني هذه الروحانيه ما هو الحكمه من الاعتكاف لان حتى روحانيه ان انت الصلاه في المسجد يعني نعم. شلون اختلاف عن الصلاه في البيت يعني بعضهم يعني ياثر انه يصلي في البيت على الصلاه في المسجد يعني ويكون مسجد قريب من عنده لكن لا راح يخسر 26 درجه 26 درجه لكن احنا الحمد لله يعني احنا حتى عندنا النشاط من أنشطة رمضان هو افطار صائم تقريبا حول 400 شخص يوميا وزون ايضا الفطور نعم احنا ياتنا فكره ان احنا نخلي بعض الاطفال كلمنا أولياء أمورهم يرسلهم لنا وهم هذي أبناء يعني أبناء ناس يعني مرفهين فقلنا لهم نبي عيالكم في هاليوم هذه لمدة 3 أيام يعني في أوقات متفرقة أنهم يجون هم اللي يحطون السفرة ويحطون الأكل ويشرفون على طعام هم يقومون بالخدمة يقومون الخدمة نعم. كاملة في اليوم إحنا خلينا العمال على جنب وخليناهم عقب يعني يشلون الأكل كله وافطروا على تمرة وعقبهم يفطروا والله أخوي علي إحنا بس نوجه رسالة شكر الحقيقة لأولياء الأمور اللي ساهموا أيضا في مثل هذه الفعاليات يعني بحضور أولادهم أيضا في مثل هذه يعني الفعاليات اللي أنتم سويتوها الحقيقة أنا أتوقع الفائدة الأكبر راح تكون لمثل هالأولاد الصغار اللي تعلموا مشاركة كبيرة يعني البرامج. من 50 ل70 شخص ما شاء الله يعني شاركوا في كل مناسبة طبعا المناسبات الدينية إحنا ما نفرق بينها بين قطري أو مقيم لا لا تركين هذه إحنا نحاول في الأنشطة الأخرى التنموية والرياضية نحاول نبرز دور القطري في الموضوع لكن الأنشطة الدينية طبعاً دين الله سبحانه الخير فعلا. للناس كلهم طبعاً, طبعاً. يعني أمانة تشكرون يعني على هذه البادرة ودنا نتكلم إحنا سمعنا أن عندكم شيء
اسمه جائزة التميز العلمي أو التميز التعليمي. إيه صحيح. فليت تحدثنا عن هذا الشيء. إحنا طرح لنا واحد من الإخوان فكرة، إحنا طبعًا هاي كل المناسبات والجوائز هذه طبعًا إحنا لله الحمد يعني في خير ونعمة اللي وزارة الثقافة كانت ما تقصر، وإحنا الوعود اللي جايتنا الحين من سعادة الأخ صلاح من غانم العلي وزير الشباب والرياضة طبعًا أكبر من طموحنا ولله الحمد يعني إن شاء الله بتكون يعني أكثر وأكثر. لكن احنا نحاول ناخذ الجوائز هذه من الناس نفسهم على اساس ان المشاركه، فاحنا واحد من الاخوان طرح علينا فكره انه التميز التعليمي، كل سنه ناخذ 5 من كل الفئات، خريجين ثانوي وخريجين الجامعه المتميزين، اللي جايبين جيد جدا في الجامعه، اللي جايبين يعني فوق ال 85% من الطلاب الثانويه، ونحاول نسوي لهم احتفال تكريم في يوم معين ان شاء الله بيكون يعني تاريخ 21 من هاي الشهر عربي. 21 من الشهر عربي. ايه الشهر عربي يعني تقريبا يعني الاسبوع الجاي يعني اخر نعم. الاسبوع الجاي. فلله الحمد يعني وجدنا في عدد 21 رمضان يعني 21 رمضان اي 21 رمضان نعم. ان شاء الله بيكون الاحتفال ووسط ان شاء الله كوكب من المتميزين يعني. بعد العدد كبير يعني الموجودين المتميزين لله الحمد يعني الحمد لله رب العالمين هذا فضل الله خير ونعمه يعني نعم والله يعطيكم العافيه الحقيقه على جهودكم وعلى ايضا تنوع الفقرات اللي يعني اللي اقمتوها خلال هذا الشهر الفضيل ايضا في 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 لمحه الحقيقه يمكن انا قريتها عندكم او قريتها في تعليق على على انشطه الدخير اللي هي دعم الشعوب بالدعم الخيري والتبرع الخيري احنا لله الحمد يعني بالتكاتف والتعاون مع يعني اهل اختصاص يعني نعم. احنا سواء مع قطر الخيرية أو مع جمعية جاسم بن جابر أو عيد الخيرية تجمعون التبرعات احنا عن طريقهم طبعا نحاول نجمع تبرعات من 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 الناس مثل ما احنا لما هم يتعاونوا معنا في توزيع كوبنات للمقيمين والمحتاجين من اهل المنطقة فاحنا نفس الشيء احنا قمنا نتعاون معاهم ونحاول نبادر معاهم ان احنا نتواصل معهم في حاجه المجتمعات حسب ما احنا نشوف نعم. ونحاول نجمع بعض التبرعات وتصير مسابقات من طرفهم حق الاشخاص في جمع التبرعات نعم. فاحنا نحاول نساعد هاي الجهات طبعا تكون نعم. يمكن الفكره والاليه او الطريقه عن طريقكم التبرع لكن من خلالكم لكن عن طريق الجمعيات الخيريه نعم. يعني حسب كدور اساسي حسب قوانينهم حسب القوانين حسب قوانينهم نعم. وتعليماتهم طيب لو بغينا نتكلم عن مكان تفاعل الشباب معكم يعني شلون الأنشطة اللي تشوف أنها أكثر جذباً للشباب وأكثر إقبال من الشباب عليها خاصة في شهر رمضان وعامل الجو اللي نشوفه يعني مرات رطوبة ومرات الجو يتعدل والله الرياضة هي أكثر يعني نشاط يتفاعلون مع الشباب عشان شي إحنا استخدمنا الرياضة كمدخل لأي نشاط نبغى نسوي احنا حتى مباراه انا اذكر في رمضان دائما الاقبال يكون على كره الطائره والقدم في وقت من الاوقات والقدم القدم هذا على طول السنه احنا وجدنا طبعا في مجموعه من المجالس لان احنا بعض البطولات نحاول نسويها حتى في المجالس يعني البطولات البلاي ستيشن والسوني هذه مجموعه التنس الطاوله فبيوتهم في البر فاحنا نحاول نوصل السوني الحين سيطرت البلاي ستيشن وسيطرت على عقول الناس يعني الواحد وهو مرتاح يعني متسلقي يعني يلعب يفهم يفهمون يعني. عشان شيء انا قلت نبدا بالبراعم على اساس ننشا التعود على الروح حق المراكز الشبابيه والابداع والتميز لكن الشباب اللي تعدوا السن هذه نحاول نوصل لهم يالسهم وخيامهم وقعداتهم في مسابقاتهم يسوونها عندهم يعني بطولات تنس طاوله بطولات بلاي ستيشن بطولات اخرى بطولات البرازيليه يعني عندهم خيامات حتى البرازيليه بعد لها بطوله ما صار لها بطوله البرازيليه بعد بطوله اي ان شاء الله عقب العيد ما نعرف البرازيليه انا اشوف اقبال كثير عليها عندنا في قطر احنا في السنه هذه في اليرنقعو يعني سوينا مسرحيه وقلنا خلينا نحاول نشوف في المنطقه فوجدنا تجاوب غريب يعني مسرحيه كامله متكامله من ابناء المنطقه وكلهم قطريين وتختص طبعا في القرنقعو في القرنقعو نفسه يعني في الحدث نفسه يعني هذا سويته يوم الحدث يوم الحدث سويناه مسرحيه غنائيه كامله بمشاركه يعني بنات صغار طبعا احنا عندنا حد معين للبنات يعني ما عدا الصف الرابع نعم وعم الشباب فكانوا متفاوته اعمارهم والتجاوب كان كبير واعتقد عرضناه هذا في تقرير عندنا في قناه الريان هاي مسرحيه لا مسرحيه هاي قبل لكن هاي مسرحيه القرنقعو هاي جديدة يعني كان في مسرحية قبل هاي جديدة أنتم مسوينها أخوي علي طيب
الفعاليات الحقيقة أنت يمكن شديتنا في من خلال حديثك على تنوع الفعاليات في مركز الذخيرة الشباب الذخيرة، هل الفعاليات مستمرة لنهاية الشهر الفضيل؟ احنا المفروض ان يعني اخر يوم يعني لين صلاة القيام، بدأ صلاة القيام تنتهي الاواخر يعني تنتهي صلاة القيام، لكن احنا تركنا المجال مفتوح. المركز لله الحمد يعني بناء معماري كبير وفيه من المرافق اللي يخلي الناس كلها يعني تستمتع في نشاطها اليوم. يعني عندنا جيم، عندنا ملعب خارجي وملعب داخلي، عندنا قاعة الانترنت، وعندنا مسبح، وعندنا يعني وايد امور عندنا ممكن الشخص العادي يستمتع فيها. احنا من عقبها نجهز حق ايام العيد. احنا عندنا من فجر العيد من يوم يعني صلاة العيد لين رابع العيد عندنا بعد. جاء في بالي سؤال، بما انه يعني مرافق هذا المركز ومرافق ايضا مركز شباب سميسمة بعد ايضا زرته وكان من المراكز الكبيره. انا ما زرت مركز شباب الخيره لكن اعتقد بنفس المستوى. لا اكبر بعد ما شاء الله. لا يعني البركة اكبر يعني ولا اصغر؟ هو كان نموذج مركز شباب سميسمة والشعبان، هاي كان نموذج. من بعدها لله الحمد موافقة يعني سمو الأمير بنى لنا مبنى ضخم جدا يوازي الملاعب الجديدة، فكان فرصة حلوة حق الشباب وحق حتى الاحتفالات ويعطي مجال أيضا الفعاليات والاحتفالات حتى الأعراس تصير فيها، حتى الأعراس بعد تصير. هذا السؤال كنت بسألك إياه، الوقت بدأ يداهمنا. أنا ودي أعرف إذا شخص عنده مثلا مناسبة معينة سواء زواج، حفل استقبال، كله يصير، حفل تخرج، هل ممكن انه يستفيد من مرافق النادي انه يستاجره مثلا منكم وفي نفس الوقت يكون استثمار لكم؟ يعني هو المركز مخصص حق اهل منطقه الذخيره والخور، لكن احنا لله الحمد حق القطريين موفرين لهم كل يعني حق البنات، حفلات التخرج وحفلات الحنه وحفلات الزواج والاعراس، حتى يعني الله يجيب مكروه العزاء في العزاء وحق اي مناسبات ثانيه، ناس جاي من يعني شافين من امراض سووا لهم عزاء واحتفالات. هذه كل الامور للمركز لله الحمد يوفرها حق اهل المنطقه يعني. يعني حتى لو حد من برا المنطقه يعني عنده حفل تخرج ولا حفل زواج ممكن عندنا مجانا. بس الله يعيني يضرب خط الذخيره يعني. لا لكم انتم مجانا ترى القاعه زودوا لكم مجانا. بيض الله وجهك، الله يعطيك العافيه. يعني بالنسبه لاي شخص وده يسوي المناسبه في رسوم، في مقابل طبعا. رسوم بسيطه جدا، رمزية. هي رسوم يعني رمزية. تكرم التنظيفات، وهي رسوم 3000 ريال تعتبر شبه مجانا. 3000 ريال شبه مجانا. نعم بيض الله وجهك. يعني هاي بالنسبه بس حق معنا، احنا نقدم له خدمات ثانيه، خدمات الرسائل، خدمات الانترنت كلها، التواصل. والله تتساهمون فيه. بيض الله وجهك. ابو ثامر اذا لك نيه تعرس الجماعه مو مقصرين ترى، موفرين كل شيء. بيض الله انتم اذا مو معرسين ترى مجانا، اذا معرسين ترى لكم ترى يعني حتى عنيه. بالنسبه لي انا موحد لكن ابو ثامر بيض الله وجهك. والله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. ايش عندنا ابو ثامر؟ اتوقع احنا وصلنا للختام او نهايه حلقتنا. طبعا نشكر ضيفنا السيد علي الاحدان المهندي مدير عام مركز شباب الذخيرة. بيض الله وجهك على حضورك، والله يعطيكم العافية وما قصرتوا. طبعا مشاهدينا الكرام احنا راح نختم معكم بموضوع الحريق اللي تم تطويقه في مستودع تابع لمؤسسة حمد الطبية بالمنطقة الصناعية مساء الأمس، وتم إخماد الحريق بعد الجهود الجبارة اللي بذلتها أو بذلوها رجال الإدارة العامة للدفاع المدني، وبفضل الله لم يسفر عن حدوث أي إصابات في الأرواح. نشوف هذا التقرير. دقائق معدودة ولكنها حاسمة فصلت بين الإبلاغ عن الحريق الذي شب بمستودع تابع لمؤسسة حمد الطبية في المنطقة الصناعية مساء أمس، وبين التحرك السريع لقوات الدفاع المدني ما حال بحمد الله دون حدوث أي إصابات في الأرواح. شب الحريق قرابة 9 من مساء أمس في مستودع بشارع رقم 1 في الصناعية، أعقبها تلبية سريعة وفاعلة من عدد كبير من سيارات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني. وبذل رجال الإدارة العامة للدفاع المدني جهوداً مضنية للسيطرة على الحريق الذي أججته سرعة اشتعال المواد الموجودة في المخزن، واستمرت النيران لساعات ولكن خبرة رجال الدفاع المدني وتمرسهم مكنهم من السيطرة عليها وإخمادها والحيلولة دون انتقالها إلى المخازن المجاورة.
تجدر الإشارة إلى أن الدوريات التابعة لمجموعة المواكب والدوريات بقوة الأخوية والمرور والفزعة قامت بدور كبير في تأمين موقع الحريق وتنفيذ الإغلاقات المطلوبة في العديد من المحاور المرورية لتسهيل حركة دخول وخروج سيارات الدفاع المدني. وهذه صورة أخرى من صور جهود الدفاع المدني المشرفة والتي تسهر دوماً وأبداً على خدمة وأمن المجتمع. الحمد لله رب العالمين مشاهدينا الكرام بأن ما في إصابات بشرية والخسائر كلها مادية، ونشكر كل من قام على خدمة هذا الوطن وعلى المجهود الجبار، سواء من المرور ومن الفزعة من الأخوية ومن أيضا الدفاع المدني وكل ومن الإسعاف مستشفى حمد وكل الجهات اللي ساهمت في إخماد هذا الحريق. والحمد لله رب العالمين على كل حال. جزاك الله نشكر الجميع اللي ساهم في إخماد هذا الحريق، وإن شاء الله أنها تكون آخر الحرائق عندنا في الدوحة يا رب بإذن الله. مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا الليلة من رمضان مبارك، موعدنا معكم بعد صلاة التراويح القابلة. نعم، لكن تغطيتنا مستمرة لفعاليات الشهر الفضيل، وبرامج قناة الريان أيضا مستمرة معكم مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، ورح نكون معكم بعد قليل مع برنامجكم رن الجرس. تابعونا وإلى اللقاء. نعم تابعونا، ومثل ما قالوا في رن الجرس دقائق ونطلع على الهواء، خلوكم مع رن الجرس. مع السلامة.